2.0 اختصارها: تنقسم المهارات الحياتية إلى 4 محاور، وتنقسم هذه المحاور إلى 14 مهارة. المحاور هي: أولا تعلم لتعرف، ثانيا تعلم لتعمل، ثالثا تعلم لتعيش، رابعا تعلم لتكون. المهارات المتعلقة بتعلم لتعرف: التفكير الناقد، حل المشاكل، الإبداع. المهارات المتعلقة بتعلم لتعمل: التعاون، التفاوض، اتخاذ القرار، الإنتاجية. المهارات المتعلقة بتعلم لتعيش: احترام التنوع، التعاطف، المشاركة. المهارات المتعلقة بتعلم لتكون: المحاسبية، التواصل، الصمود، إدارة الذات. مساء الخير عليكم أعزائي المشاهدين، ومساء الخير عليكم جمهور شاشة الصحة والجمال، وحشتوني جدا. طبعا مش محتاجة كالعادة أقول لكم أن فكرة النهاردة مستقبل بكرة، عشان كده بندعم كل المواهب اللي معانا، ومنهم المواهبة الصغيرة دي. هو اسمه خالد محمد محمود ونيس من مدرسة الكفراوي التعليم الأساسية. في مثل كده بيقول لنا: من علمني حرفا صرت له عبدا. وهو أصغر معلم صغير انا شفته، بسم الله ما شاء الله عليه. لما انا اتفرجت بصراحه على الفيديوهات بتاعته حسيت فعلا ان قدامي تلميذ صغير ومعلم في نفس الوقت. هو بيساعد صحابه ان هم يعني بيشرح لهم المنهج. هو طبعا تبع التعليم او المنظومه الجديده، وبيشكر وزير التربيه والتعليم كمان. هو في الصف الثالث الابتدائي على فكره، صغير قوي، وعشان كده هو كمان بالتالي مخترع صغير، فما شاء الله عليه. طبعا انا بحييك يا خالد، وربنا يا رب يحفظك لاهلك. وزي ما انا بقول لكم، علشان طبعا احنا بندعم كل المواهب، اول مواهب هنبتدي بيها هي عيله مليانه مواهب كتير، ومليانه يعني عندنا شعر وعندنا غنى وعندنا روايات وعندنا حاجات كتير قوي، فعايزين نتعرف بيهم كده واحد واحد ونعرف كل واحد بيعمل ايه. اتفضل. محمد فضل من قرية الضبعنة، مركز بني سويف، مركز بيبا، محافظة بني سويف، شاعر غني. ايه وانت؟ عبادة فضل عبد الرحمن من مركز حتة اسمها الضبعنة، تمام، مركز بني سويف. وانتي فاطمة؟ فاطمة فضل عبد الرحمن. ايه كملي. الموهبة الشعر، وبكتب افلام برضو وروايات كده يعني. طيب قولوا لي بقى، انتوا اي حد يبدا فيه كده، انتوا اكتسبتوا انتوا الثلاثه الموضوع ده ازاي، او عملتوه ازاي، عرفتوا ازاي ان كل واحد عنده الموهبه دي؟ انت بدات من امتى؟ هو الشعر انا بادئ من 6 ابتدائي. ما شاء الله. فبدات كان عباره عن نثر، كنت بكتب فوريته لبنت عمي انا، فاكتشفت قالت لي انت اكتبي شعر وكلام من ده واستمر هتبقى كويس. فاستمريت واحده واحده، بقيت اكتب شعر. بعد كده استمريت حبه، لقيت نفسي في الاغاني اكتر، في كلمات الاغاني بكتبها اكتر احسن، فحاليا مستمر في الاثنين. طب انت كتبت اغاني او كتبت اغاني وكاتب شعر، بس ممكن اسمعك في اول شعر. طب يلا وريني. بسم الله الرحمن الرحيم. انا حابب النهارده اقول حاجه عن مصر، تمام، وبطلب منها مكافاه من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. مرة واحدة. طب يلا. حلمي بقى. يا ربنا يا رب يحقق لك. المهم القصيدة بتقول ايه بقى؟ شدة غور نحنا يا بلدي وبكرة تزول، كل عقدة وليها حلول، شدة غور لسه بخير، طول ما ولادك فيهم خير، عدى عليك الصعب كتير وما متيش، روحك حبة يا مصر تعيش، فما تهتميش، يقولوا ضعيفة وصعب تعيش، ما تتهزيش، دول ما شافوش، نادي ولادك ييجوا جيوش، عدي وحوش جاية تضحي عشان ما هبوش يوم من الموت، ده انت الأم وانت الدم، انت الغالية واللي أهم، عند الناس انت أساس كل الكل، انت أساس كل الكل، علمك عالي لسه وحر، قالوا في عرضك ان الخير منزوع من ارضك، وان شبح الجوع بيطردك، وان ولادك بيعن ارضك، قالوا في عرضك ان الكنز بسعر رخيص،
قالوا سلعة بدون ترخيص وانت ترابك وحده نفيس، قالوا في عرضك انك بقرة جه وعم، واللي ليه واللي ملوش في حقك زم، قالوا بكرة وباكي يعم وانت هواكي دوا للكل، قالوا في عرضك ان الخير منزوع من ارضك وان شبح الجوع بيطردك وان ولادك بيع ارضك، قالوا في عرضك كل السوق وانت الغالية العالية لفوق، انت الشمس الزاهية بنورها، انت السماء الصافية بلونها، انت حلاوة قمر الليل فيك سحر يشد العين، انت الحلوة وكل جميل، انت بدور الفرحة يا مصر كلك عشت، انت بدور الفرحة يا مصر كلك عزة وفخر ونصر، عشت يا حرة عمرك مرة ما كنت ذليلة ولا أسيرة يا بلدي في أسر، عشت يا سند الكل يا مصر. أنا بقى مكافئتي من السيد الرئيس إن أنا قبله، كان نفسي قبله قبل كده في مؤتمر الشباب بس ما عرفتش، ما عرفش أوصل، وده حلم هكون سعيدة وإن لو حققته. هنبتدي لك بقى من هنا نوصل له صوتك كده ويا رب يشوفك يا رب ويبقى حلمك ابتدى من معانا من هنا من برنامج فكرة. طب وانت انت عبد الهادي، انا بتلخبط ما بينهم. عبد الهادي صح؟ طيب قولي بقى انت بتغني صح؟ عايز اسمع الصوت بقى يلا. ماشي. هتغني لنا ايه؟ تامر حسن ان شاء الله. هي ده مرة واحدة؟ طب يلا. حياتي كلها ده بقى. طب يلا وريني. حبيبي تعالى بناديلا تطمني تريحني، ما تسيبش ايدي من ايدك، حبيبي تعالى بناديلك تطمني تريحني، ما تسيبش ايدي من ايدك، ما تبعدش عني ولا ثانية، احضني نسيني الدنيا ووعدني طول ما انت معايا، ما تسيبش ايدي من ايدك يا نور عيني، ضميني حسيني. برافو عليك. انا كنت قلقان على فكره متوتره بس طلع هو. يا جماعه انا بتلخبط ما بينهم والله، عارفين بكلم الاثنين على انه واحد، ما تفهموش ازاي. انت على فكره انت محمد صاحب بتغني برضو، بيغني على فكره وصوته حلو برضو، هنرجع له. طيب انت بقى يا توتا ايه؟ يلا بكتب قصيده عن الحوار مع الذات، يعني كاني بتكلم مع نفسي وكده. تمام. على فكره بجد احلى حاجه. انا عايز اعرف انتوا الاول قبل ما فاطمه تقول لنا كده، انتوا عاملين ايه في البيت كده مع بعض؟ عاملين تناغم فظيع صح؟ اللي يطلع بيغني من هنا واللي يطلع بيتكلم من هنا واللي يطلع تقريبا الموهبه دي احنا واخدينها من ابويا وامي، لان امي بتكتب، هي ربه منزل بس بتكتب يعني بتقلد. تمام. وابويا كان بيغني زمان. لا بجد بتتقابلوا ازاي مع بعض انتوا كده في البيت؟ مثلا لو في مثلا حته مثلا ايه، تلاقي بطه مثلا لو كتبت مثلا اغنيه او كتبت شعر وعجبني، اروح انا ضد مثلا بحاجه، ابقى عايز اكتب حاجه احلى. هي مثلا سمعت حاجه حلوه مني تقول الله انت عندك مثلا قصيده كذا نفسك تكتبها. مين بيلحن؟ انت بتلحن صح؟ هو اللي بيعمل كل حاجه. يعني يا جماعه بصوا انتوا عندكم عيله متكامله، اللي عايز اغنيه يروح شاعر ملحن مغني، يعني بصوا يعني عايزين انتاج بس. طبيعي. طب يلا قريب ان شاء الله. الله يخليك. مالك يا انا؟ قربي الصوت شويه بقى. مالك يا انا؟ مليتي من القعده هنا؟ عايشه وتعبانه بقالك كام سنه، شارده في احزانك ضايعه مننا. مالك يا انا؟ مش راسيه ليه على بر؟ نفس السيناريو تعاد وتكرر، هو اللي ساد جواك الخير ولا اللي ساد الشر؟ ولا ردود افعالك نتيجه عن فعل البشر؟ ولا انت ساد جواك الشر؟ هو انت فعلا حباهم ولا بتتظاهري بهواهم؟ ولا انت اصلا كرهاهم وعايزه تكوني فاكراهم؟ طب ليه مصره على الانكار؟ ده لو اعترفتي احسن لك، ولو اسأت الاختيار هتلاقي احسن واضمن لك. حلوه ومره في حياتنا التجارب تبني في عقولنا ونحقق مقارب، لو كانت مره
توجعنا فترة، ومن بعدها نقوم نحارب لو كانت مرة توجعنا فترة وتفيدنا عمر، ونعيش بعدها حكماء في الأمر. مش كل البيض أحسن من السمر، ده كتير الأسود بيجمل عمر، وكتير من الأبيض بيغير من السمر، والأسمر أفضل من البيض والحمر. يا حلاوة السمر، أيامك صعبة والله هتفرج، وقلوبهم جاحدة هتلين وهتدخل ومش هتلاقي مخرج. حاول كده معاهم، حاول تغيرهم، عاملهم بالحسنى وصاحب أخيرهم، حاول تغيرهم. أنا خايف معاهم أدخل في علاقة، خليها سطحي أحسن، خليها صداقة في صداقة. أنا خايف أأمن ليهم لقيبوا يخدعوني، ما أنا كنت واثق فيهم وهم راحوا باعوني. أنا خايف أغلط تاني فين نرجع لهم، أو هم ييجوا عليا ويسقوني مرهم موجوع من جرحهم، تعبان من غدرهم ومتحير جدا من عطفهم. بعد ما جرحوا حسوا بغل وجايين ليا يكفروا ذنب، وهم ماشيين أخدوا معاهم كل القلب، مش بالراحة سلب في سلب، ده أنا لو كلب كانوا عملوني برحمة شوية، كانوا شحنوني رصيد حنية، كانوا دفعولي في الحسابات، طاقوا الدية قلبه مات، قتلوا قتيل ومشوا في جنازته، وحملي تقيل وقلبي في عزته، قتلوا الميت وما دفنوش، وعليه بندور ما لقيناهوش. ولما رجعوا انا قلت اكيد انا هنتقم وهحصرهم وهدوقهم طعم الندم. لقيت الميت قام بيقول لي اياك في يوم تفكر تخلق كره من العدم، انا دقت طعم الاسى مش عايز اشوفه في حد، بلاش تسبب اذى، خليك اصيل بجد وعود نفسك على السماح، اياك لحد تسيب جراح فعود نفسك على السماح. برافو عليك يا فاطمه. انا عايزه اسالكوا سؤال، هو انتوا ناويين تعملوا ايه قدام بقى انتوا الثلاثه كده؟ انا حلو حلم ان انا اكتب لعمرو دياب وتامر حسني، وشايف ان انا عندي كلمات. لا حلمي مشروع، والنبي خدني معاك. انا حلمي مشروع. بصي صوره حاجه على فكره، مش عيب ان الواحد يحلم طبعا. انا بقول لك تمام، بس هتفتكرني طول ما ابتديت من هنا. بس هو دايما لازم يكون سقف طموحك عالي طبعا، ما ينفعش انت تحلمي حلم ترجعي فيه خطوه، عشان يكون عندك هدف وانت قاسي، ما ينفعش تكوني انت قدوه لحد لكن ترجعي لورا، ما ينفعش. انت صبرت لنفسك قبل اي حد عامه، انت المهم رايك، المهم انت تكون مقتنعه بنفسك، بعد كده مش مهم حد تاني، الناس اللي تحبط دي. على فكره انا عايزه اقول لكم حاجه، انتوا ممكن اصلا انتوا الثلاثه من غير كل انت بتقول عليه ده تنجحوا بنفسكم وتعملوا اسم لنفسكم بجد. يعني انت مش محتاج كل انت بتتكلم فيه ده، انتوا بجد انتوا الثلاثه ما شاء الله ما شاء الله موهبكم حلو. بس انا عايزه بقى يلا قبل ما نختم كده تسمعني اي حاجه، يلا بصوتك. هي الاغنيه دي كلماتي انا، اكيد اللحن فيه عيوب علشان انا مش مشكله. لا بس يلا، بس اتمنى ان هي تتشاف يعني ان شاء الله. مفيش حد بيموت لو خسر، وانا اقوى من ان اتكسر، هما يدوب حبه جروح في القلب وانا ليهم اثر، وانا اقوى من ان اتكسر، فحبي ليك ضعفت لكن بعديك قويت، غمضت معاك عينيا وفقت لما اتأذيت، كانت اي حاجه حلوه في الدنيا بشوفها فيك، كان حب زايد مني كان قلبي مخضوع فيك، فحبي ليك ضعفت لكن بعديك قويت، غمضت معاك عيني وفقت لما تأذيت، كانت اي حاجة حلوة في الدنيا بشوفها فيك، كان حب زايد مني كان قلبي مخضوع فيك، انا عشت عمري كله ليك بس ما بيتمرش، قلبك سواده هو هو وما تغيرش، حبيتك بقلبي وقلبي في حبك خسر، بس انا برضو اقوى
من اني اتكسر. برافو عليك والله يا جماعه. انا عايزه اقول لكم ايه اقول لك كتبها. بسم الله ما شاء الله. لا بصراحه والله العظيم رب انا على فكره مبسوطه بجد ان انتوا فعلا كنتوا معايا عشان انا بحب. انا قلت لكم انا كنت قايله لهم يا جماعه فكره قبل ما يجوا انا اي موهبه بحب اشوفها كويسه انا بمسك فيها ان هي تيجي طبعا هنا علشان انا من الناس اللي ببقى عايزه يعني البدايه تكون من هنا واكون انا بدعمهم. برافو عليكم وبجد شرفتوني وبجد. ايه كنت حابب اسجل رساله ثانيه. ايه دي اتفضل قول. كان الاستاذ تامر امين كان طلع واساء طبعا الصعيد عامه. لا سوري عشان بس احنا مش عايزين من خلال البرنامج. انا بسقش لحد والله انا بسقش لحد بس انا بتكلم ان احنا بيت تمام ثلاث مواهب وفي واحد رابع بره تمام. احنا من البيئه اللي هو اتكلم عليها من بيت واحد احنا من اقل بيت في الصعيد تمام وطالعين ما طلعناش مثلا حراميه ولا طلعنا خدامين اختي ما طلعتش خدمت عند حد زي ما هو قال ما طلعتش انا واتشحنا في عربيه زي ما هو حضرته ما قال. هو اكيد يعني اخطا في التعبير بس احنا نتمنى ان هو يعني نتمنى ان هو يعني يوضح الصوره بس للناس. شكرا ليك. وما ينفعش ان هو كان يطلع يقول كده بس عن وهو الناس. اعتذر على فكره على الموضوع ده. انا سمعته تقريبا بس هو يعني ايه يعني الموضوع كان مستفز حبه فالناس قالت لنا ايه انتهى عن مثلا خلاص خلاص عشان بس احنا برنامج احنا برنامجنا مش احنا دلوقتي في مواهب وفي غنى. ماشي يا جماعه خلاص نورتوني طبعا وتشرفت بيكم طبعا. اعزائي المشاهدين فاصل وانتظرونا.